جهه بلده خليفه وعاملا على اقليم بلده. وبهذه المناسبه اود ان ابلغ سادنه هذه الجهه عطف ورضا صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وعياده الذي يولي رعايا الاوفياء عنايته المولويه الساميه واهتمامه الكريم من اجل الارتقاء بها الى مستوى ما يرفع اليه جلالته حفظه الله من تقدم ورفاهيه وازدهار. السيد الوالي الجديد من القطر ذات التجربه في الاداره الترابيه، فقد تدرج في سلك السلطه من مهام قائد سنه 1986 الى مهام كاتب عام سنه 2004 قبل ان يحمل أن يحظى بالثقة الغالية لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وعياده الذي عينه سنة 2009 عاملا على إقليم الفحص أجرى ثم عاملا على إقليم إفران سنة 2014. حظي السيد محمد بن رباك في تجديد الثقة المولوية السامية لسيدنا المنصور بالله حيث عينه جلالة حفظه الله سنة 2015 واليا على جهاز جولميم وجنون وعاملا على اقليم جولميم ثم واليا على جهاز طلعة تفيلات وعاملا على اقليم الراشديه ابتداء من سنه 2017. واني على يقين تام ان السيد والي محمد الربك سيكون في مستوى المهام الملقاه على عاتقه من خلال العمل الجاد والاخلاص والتفاني في الاطلاع بمسؤوليات مناطة به. حضرة السيدات والسادة، إن المسار التنموي لبلادنا عرف دفعة قوية من خلال تنزيل عدد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهامة وعلى رأسها مشروع الدولة الاجتماعية. جهة بن الله الخليفة جزء من هذه الدينامية الوطنية وهذا الإشعاع الدولي المتواصل للمملكة عبر اعتماد عدد من البرامج التنمويه